بعيدا عن خيوط السياسة، تنسج الأذرع الإيرانية شبكة ديموغرافية جديدة على أنقاض المناطق التي دمرتها واحتلتها في سوريا. وكما يحصل في دمشق وريفها وكذلك حلب، تواجه دير الزور أكبر خطر تغيير ديموغرافي على الضفة الجنوبية لشرق الفرات. عشرات الميليشيات بقيادة الحرس الثوري الإيراني تنشط في تلك المنطقة نهبا وتهجيرا واغتصابا للأراضي والبيوت وتوطينا لعائلات الميليشيات فيها. بالبو كمال بهالمنطقة هاي كلها عمل إحصائية لكل المنازل. إيش سوى؟ بلش يجند من أبناء المنطقة، من أبناء الميادين، أبناء دير الزور. مثلا ابن الميادين عم يجيبه على مدينة دور الزور، ابن دير الزور ياخذه على مدينة الميادين، بلشهم يستولون على المنازل. وإلى جانب التغيير الديموغرافي، تقوم الآلة الدعائية الإيرانية بنشر الفكر العقائدي الإيراني وإجبار السكان المتبقين على تغيير عقيدتهم وتحويل المساجد إلى مراكز لنشر التشيع، فضلا عن تجنيد الأطفال والصغار والقيام بعمليات غسيل لأدمغتهم. الميادين والبوكمال شرقي دير الزور تحولتا إلى قاعدتين أساسيتين للميليشيات الإيرانية، حيث يكمن الثقل العسكري لهذه الميليشيات هناك، وخصوصا لقرب تلك المناطق من العراق ومواجهتها لقاعدتي عين الأسد في الأنبار والتنفي ريف حمص الشرقي. بالنسبة لمعاناة أهلنا في دير الزور، اللي مسيطر واللي مستلم هو ميليشيا حزب الله ولواء القدس، فمستغلين الأوضاع في مدينة دير الزور، تشرد أهلها وخروجهم خارج المنطقة، واللي باقين في المنطقة هم قلة قليلة يعني، فمستغلين الأوضاع عم يجيبوا أولاد بيعفشوا البيوت، بياخذوا المنازل بحجة أنه ممتلكات لداعش وهي أهلها خارج المنطقة يعني. يؤكد السكان المحليون أن إهمال قضية التغيير الديموغرافي ستشكل عائقا مستقبليا في البناء المجتمعي السوري وتعقد إعادة الحقوق لأصحابها في حال وصلت سوريا إلى حل سياسي. لكن رغم خطورة ما تفعله الميليشيات في تلك المنطقة، تعاني هذه القضية من إهمال وتغاض دولي عنها، مع أنها أشد خطورة من الحرب لما لها من تبعات سلبية ستبرز مستقبلا على المستوى الاجتماعي والثقافي والديني.